أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث. نسلط خلالها الضوء على معاناة سكان محافظة الحديدة جراء ارتفاع درجات الحرارة وتعرض حياة الآلاف من المرضى للخطر بسبب نقص الدواء والمستلزمات. الحديدة واجهة البحر والنافذة المطلة على العالم، تضيق بأوجاعها وآلامها وتتسرب يأسا إلى نفوس سكانها المكتئبة بفعل المعاناة وضنك العيش. تحت ضغط صيف ملتهب وحياة اقتصادية بالغة الصعوبة، يكابد أهل الحديدة معيشتهم ويقاومون مرارتها في ظل سلطة ميليشياوية حضرت بديلا عن الدولة والهيئات الإنسانية. مرضى السرطان وغسيل الكلى أكثر الشرائح عرضة للموت في مدينة تغرق في ظلام دامس ومعاناة تسببت بها سلطة الانقلاب والحرب والحصار منذ عام وأكثر. المراكز الصحية تفتقر للمولدات الكهربائية. هذا الأمر تسبب في تعطل الأجهزة واختناق المرضى وتعريض حياتهم لخطر الموت. وفي ظل سيطرة ميليشيا الحوثي على الحديدة تتعذر السلطات الشرعية عن حضورها ولو من خلال الهيئات الإنسانية، الأمر الذي يفاقم من معاناة الأهالي ويقضي على أمالهم في الخلاص من واقع مكتئب لا يرحم. معاناة أبناء الحديدة والوضع الصحي في المحافظة هو موضوع حلقتنا من زوايا الحدث. قبل أن نبدأ النقاش نذهب لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود. في الحديدة وسواها من مناطق تهامة يقبض الحر الشديد على الأنفاس، يذوي المرضى والأمهات ويموتون اختناقا، يقامر الفقراء الأغلبية العيش تحت وطأة جهنم بلا كهرباء. هذا هو حال المواطنين في المدينة المكتئبة منذ عام وأكثر. ضاعف من ذلك صيف ساخن ما زال السكان غير متأكدين من إمكانية حصولهم على الكهرباء للتبريد أو حتى للإنارة. موازنة منعدمة وتذهب لصالح المجهود الحربي، محطات توليد قديمة بحاجة إلى صيانة، وخطوط غاز ومشتقات تباع في السوق السوداء. هكذا حين تغيب الدولة وتحذر الميليشيا بكل صلاتها، فيما يختفي ضوء المدينة وينكفئ الناس على أوجاعهم ومعاناتهم في ظل سلطة حرب لا تعبأ لهم. يقول مختصون في القطاع الصحي إن استمرار هذا الوضع ينذر بوقوع كارثة تتسبب في تردي الأوضاع الصحية لآلاف المرضى وتعريض حياتهم للموت. لكن وزارة الكهرباء والطاقة لا ترى في ظروف الحرب إمكانية لحل المشكلة، فهي تؤكد أن أي حلول سريعة لن تكون دائمة وليس بوسعها توفير الطاقة المطلوبة. فحل هذه المشكلة يتطلب إمكانيات مادية كبيرة وقدرات فنية عالية بالإضافة إلى وقت طويل، وهذه متطلبات يستحيل توفيرها في زمن الحرب. الشاهد أن الحديدة تكابد ثمن الانقلاب والحرب والحصار، حيث يستمر أهاليها في مقاومة ضناك العيش مقابل نسيان تام لحالهم وتجاهل رسمي لمعاناتهم جراء الأوبئة والميليشيا وحرارة الصيف والسوق السوداء. فصار أقصى ما يحلم أن تضاء لهم ولو شمعة في طريق الخلاص. مشاهدينا الكرام، ينضم لنا الآن رئيس مؤسسة السرطان دكتور ياسر نور معنا عبر الهاتف من الحديدة. مساء الخير دكتور. مساء النور وأهلا وسهلا بكم. أهلا بك دكتور ياسر. كيف هي أوضاع مرضى السرطان في المحافظة في ظل نقص الأدوية والمستلزمات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر الإخوة في قناة بلقيس على اهتمامهم بأوضاع المرضى مرضى السرطان في الحديدة. طبعا مرضى السرطان في الحديدة للأسف هم شريحة من شرائح المجتمع التي تأثرت تأثرا كبيرا بالوضع الذي تعيشه اليمن حاليا. أولا مرضى السرطان في الحديدة لا يوجد لهم مركز تابع للحكومة، نعم دكتور. إذن دكتور نعم تفضل دكتور، كان هناك إشكاليات في الصوت، أرجو أن تعيد النقاط الأخيرة التي تحدثت بها. نعم، أقول بالنسبة لمرضى السرطان في الحديدة لا يوجد مستشفى أو مركز حكومي يتجهون إليه للرعاية الصحية، ولهذا أنشأت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان مركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية في الحديدة منذ العام 2006. نعم. وحتى اليوم هي الجهة الوحيدة التي تقوم برعاية مرضى السرطان وتوفر لهم الخدمات الصحية المختلفة
مثل إعطاء الجرعات الكيماوية بعد الاستشارة والفحوصات المخبرية وتقييم الحالة ورقود المضاعفات وغيرها. نعم، طيب يعني في ظل نقص الأدوية والمستلزمات كيف يتم التعامل مع هذه يعني مع المرضى وهذه الحال؟ طبعا بالنسبة لنا في المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في رعايتنا الصحية للمرضى تقوم على التبرعات والهبات من الجهات الخيرية، أيضا لا ننسى دعم المركز الوطني لعلاج الأورام ببعض الأدوية المجانية وخاصة في السنتين الأخيرتين. بالنسبة لنا في المؤسسة خلال السنتين الماضيتين بسبب الأوضاع التي تعيشها البلد، طبعا هناك نقص حاد في الأدوية الكيميائية، وبعض الأدوية للأسف الشديد ارتفع سعرها ارتفاعا مضاعفا، ومما ضاعف الجهد الكبير على المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان باعتبارها الجهة الراعية لهؤلاء المرضى. الخدمات والتكلفة الصحية التي كانت في السنوات السابقة كنا نستطيع أن نغطي من خلال التبرعات والهبات والزكوات التي تتحصل عليها المؤسسة، نستطيع أن نغطي تلك التكلفة لهؤلاء المرضى، وخاصة أن مرضى السرطان في السهل التهامي هم الأفقر على مستوى اليمن كاملا. ولكن في السنة الأخيرة بل السنتين الأخيرتين ابتداء من العام 2014 احنا قمنا بمخاطبة محافظة الحديدة على اعتبار أن المؤسسة لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها أمام احتياجات المرضى الكثيرة، وخاصة مع ازدياد وارتفاع الأسعار واختفاء بعضها من السوق. لكن للأسف الشديد لم نجد تجاوبا واضحا بدعم المركز، واضطرت المؤسسة أن تضاعف ديونها من التجار ومن الجهات التي تستورد منها الأدوية، وحتى اليوم نحن مديونين بأكثر من 50 مليون ريال لهذه الجهات لا نستطيع الوفاء بالتزاماتها. طبعا نحن نقدر الوضع الذي تعيشه المحافظة، ونقدر أن الإخوة في المكتب التنفيذي في المحافظة لا يستطيعون الوفاء أيضا بالتزامات هؤلاء المرضى في خلال الوضع الراهن، لكن لو أن هناك خطة استراتيجية واضحة بدعم المركز كمثله مثل المركز الوطني في تعز والمركز الوطني في صنعاء والمركز في عدن، سيكون لا شك أن أهل الحديدة والمرضى في تهامة في حجة في المحويت في ريمة هم أيضا لا يختلفون عن المرضى اليمنيين في صنعاء أو في تعز أو في نعم أو في غيرها. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. تنضم إلينا الآن الناشطة الحقوقية الأستاذة كفاية محمد إبراهيم، أهلا بك أستاذة كفاية. حياكم الله أستاذي. أهلا بكم أستاذة كفاية. يعني أنتم في محافظة الحديدة، هل لك أن يعني تنقلي لنا أكثر الصورة الحية لواقع ومعاناة الأهالي خاصة مع حلول فصل الصيف؟ لا أدري ما الذي أقوله، لكن إن تحدثنا عن الحديدة هي تعتبر محافظة من المحافظات اليمنية، لكنها على حسب علمي الأكثر احتياجا والمنطقة الأسوأ، لا سيما في وجود هذا الحر الشديد الآن مع انقطاع الكهرباء، عدم وجود الكهرباء لمدة عامين أو ما يقارب العامين، انقطاع الماء في أكثر المناطق في هذه المحافظة، احتياج أبنائها الشديد للكهرباء، علما بأن الحال في الحديدة سيء جدا. أصبحت الحديدة تعاني بشكل كبير جدا، كل يوم نسمع عن حالات وفاة بسبب الجوع بسبب الحر الشديد بسبب المرض. أصبحنا فعلا نتمنى أن الله سبحانه وتعالى يمن علينا من فضله، أن هذه المحافظة تعاني أشد عناء، يعني مقارنة بالمحافظات الأخرى قد يكون الجو مساعدا لهم، لكن جو الحديدة سيء جدا. المستشفيات الآن يكاد العلاج ينعدم من أغلب المستشفيات. أنا طبعا أعتبر حالة من الحالات التي فقدت أخي بسبب الفشل الكلوي، مات علينا أخ بسبب أنه لا توجد الأدوية التي استطيع أن تعالجه. قبل أمس مات في مستشفى الغسيل. من يعني هذه كلها أسباب قد تجعل الإنسان يحتار ما الذي نستطيع أن نصل إليه، يعني أو ما الذي سنصل إليه نحن محافظة الحديدة إذا كنا فعلا لا نستطيع إيجاد الدواء لمرضانا، لا نستطيع إيجاد المكان الصالح لسكناهم، لا نستطيع إيجاد الماء النظيف لكي يشربوا منه، يعني الماء قد يجلس منقطع إلى يومين أو ثلاث إذا توفر في بعض الحارات لا يتوفر في الأخرى.
المواد الغذائية ارتفعت بسعر خيالي جدا، يعني الآن نجد أن الأغلب لا يستطيع شراء كيس الدقيق. ليش أصبح غالي جدا؟ ففعلا يعني نشعر أنه إحنا أصبحنا وضع، نسأل الله عليه السلامة، وضع الفريدة جدا متردي، خاصة إذا كان هذه المحافظة وهي تعاني من هذه الأوضاع، فما بالك بالمناطق الريفية التي هي تتبع للفريدة. قد يموت المريض قبل أن يصل إلى الفريدة لأنه طيب بالمقابل أستاذة كفاية، بالمقابل هل هناك يعني مقابل هذه المعاناة الكبيرة هل هناك نشاط إنساني في المحافظة من حيث جهود المنظمات المحلية والدولية أيضا؟ لا نغفل دور المنظمات، لكن هناك من يعيق عملها بشكل جيد. المنظمات إذا أرادت أن تعمل شيء وهي فعلا منتشرة في الفريدة لكن عملهم ليس ظاهر، لأنه فعلا يوجد من يحاول كبت هذه المنظمات ولا يريد عملها أن يصبح ظاهرا. ففعلا المنظمات تعمل شيء إنساني عظيم، بحيث أنه نحن الآن نرى ونسمع أنه أغلب المنظمات تعمل توعية، تعمل توزيع مواد غذائية، ولكن الأشياء التي توزع ليست بالشكل الكافي لكل أبناء المحافظة. حسب علمكم محافظة الفريدة ليس أغلبها، يعني أغلب السكان فيها من البسطاء من الفقارة، ناس معدمين، لا يوجد عمل بحيث أنهم يستطيعون الصرف على أبنائهم من خلاله. الوظائف لا تكاد أحد يحضر للدوامات الرسمية. يعني لا أدري ما الذي أقوله فعلا. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذة كفاية. أعود إلى دكتور ياسر نور. دكتور ياسر، كنا نتحدث عن يعني مرضى السرطان ومؤسسة الوطنية للسرطان، هل هناك إحصائية بأعداد المرضى الذين يخضعون للعلاج في المؤسسة؟ نعم، أولا أعقب على كلام الأستاذة كفاية بكلمة واحدة فقط فيما يخص الحديدة والجو الحار. أقول أن المواطن اليمني الذي كان يتعرض للخوف في المناطق المتنازع فيها، في مناطق القتال والاقتتال، كان يهرب من تلك المناطق إلى الحديدة لأنها أهدأ وأأمن. اليوم المواطنون يهربون من الحديدة إلى مناطق الاقتتال لأنهم بين شيئين، إن مناطق الاقتتال احتمالية أنه يموت، لكن في الحديدة من المؤكد أنه سيموت من الحرب. فنتمنى أن يكون في لفتة كريمة اتجاه هذه المحافظة المنكوبة المسالمة الهادئة الوادعة الآمنة. ماذا عن الإحصائيات؟ بالنسبة لمرضى السرطان في الحديدة من عام 2006 إلى شهر إبريل الماضي إلى 30 أبريل 2016 وصل عدد المرضى بالنسبة لنا في محافظة الحديدة والمترددين على وحدة الأمل لعلاج الأورام السرطانية إلى 3956 حالة، يعني ما يقرب من 4000 حالة من الرجال والنساء والأطفال. طيب هل تصل المستلزمات والإمكانيات، أو هل تزودكم وزارة الصحة بالإمكانيات المناسبة، أم لا يوجد يعني هذا النوع من المساعدة؟ لا، بالنسبة لنا نحن مركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية هو مركز تابع فقط للمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان، وما نتحصل عليه من وزارة الصحة هو الجانب الدعم المعنوي فقط، أما الجانب المادي بالأدوية أو بالمستلزمات أو بالجانب الموازنة فهذا لا يوجد. ماذا عن المنظمات والهيئات الإغاثية دكتور؟ من خلال المركز الوطني لعلاج الأورام. ماذا عن المنظمات والهيئات الإغاثية؟ للأسف الشديد لا يوجد. أنا حضرت لقاء مع وكيل وزارة الصحة ومع منظمة الصحة العالمية وطرحنا احتياجاتنا إليهم، وقال مدير مكتب الصحة منظمة الصحة في الحديدة أنه سيرفع احتياجاتنا إلى المنظمة في صنعاء، لكن أستطيع أن أقول أنه منذ وضعنا عليهم في العام الماضي احتياجاتنا لم يكن هناك أي مبادرة منهم، بل أنني سمعت كلمة من مدير مكتب الحديدة وهو يقول أن هذه الجهة مدعومة وبالتالي هم لا ينظرون إلى الاحتياجات الماسة والعاجلة لمرضى السرطان بصورة واضحة. إذن رئيس المؤسسة الوطنية للسرطان في الحديدة دكتور ياسر نور كنت معنا عبر الهاتف من هناك، شكرا جزيلا لك. أعود إلى الأستاذة كفاية محمد إبراهيم الناشطة الحقوقية. أستاذة كفاية، يعني عندما تغيب الدولة يحضر رجال المال والأعمال عادة على الأقل في دعم وتعزيز جهود الإغاثة، هل هناك دور لرجال الأعمال وتجار وأهل الخير كما يقال في يعني باعتبار خاصة أن الحديدة مدينة تجارية لهم دور في تخفيف من معاناة أبناء المدينة والمحافظة بشكل عام؟
أنا معك أستاذي في هذا الشيء، ولكن رجال المال والأعمال قبل هذه الفترة كانوا فعلا منتشرين بشكل كبير جدا ومغطين على أغلب احتياجات المحافظات، لكن الآن في وضعنا الراهن التجار أصبحت الأشياء التي يقدمونها بشكل المحافظة لا أدري كيف، ولكن ما يصل إلى الشعب لا يصل بالشكل الذي كان يوزع من قبل، وإنما أصبح يصل إليهم الشيء القليل. لا ندري ما الإعاقات التي تعوق وصول هذه الأشياء إلى الشعب، لا ندري ما هي الأسباب، قد تكون أسباب خاصة بهم، لكن لا يصل الشيء الذي كنا نتوقع أن يصل خاصة في هذه الأوقات وفي هذه المرحلة العصيبة. أصبح التجار يتخوفون من أشياء لا ندري ما هي، فالكل الآن أصبح وإن وزع يوزع على حسب المناطق التي هو يعرفها، يستطيع من خلالها التوغل في المناطق بدون مشاكل، بدون حتى أننا فعلا نزلنا إلى عدة مناطق داخل الحديدة، نعم، وجدنا فعلا الفقر بشكل كبير جدا. ربما لو نقلتم صورة مسجلة تلفزيونيا أو نقلتموها صورة واقعية لا استغربتم أن هذه توجد داخل اليمن. يعني أصبحنا فعلا في بعض المناطق يعني وضع سيء جدا، لا تعليم لا طعام لا صحة لا شيء لا شيء لا شيء، يعني أصبحت فعلا مناطق يرثى لها. كنت أتمنى أن يعكس الإعلام هذه النظرة، يعني نظرة المجتمع الخارجي على هذه المناطق فعلا. يعني الآن كما قال الدكتور الأستاذ ياسر جزاه الله خير، هذه المناطق فعلا يعني الآن أصبح الناس يهربون من الحر. الآن الحر الذي يوجد عندنا أغلب الناس يموتون منه، خاصة أصحاب السكر أصحاب الفشل أصحاب السرطان، يعني ناس ليس لهم أحد إلا الله، فهم الآن معدمين تماما لا يجدون أحد يعولهم بعد الله سبحانه وتعالى. فنحن فعلا الآن نناشد كل من بيده قدرة على إعالة هذه المحافظة البائسة المنكوبة. فعلا هي منطقة مسالمة جدا، يعني من شدة أنها مسالمة أصحابها لا يستطيعون أن ينكرون الباطل أو يفقرون الحق، يعني كل ما رأوه يمشون تحته. فهذه مشكلة. نعم أستاذ كفاية. الحديدة فعلا. إذا الناشطة الحقوقية الأستاذة كفاية محمد إبراهيم كنت معنا عبر الهاتف من الحديدة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام نرحب بالصحفي بسيم الجناني. مساء الخير أستاذ بسيم. مرحبا أخي، مساء النور. أهلا بك أستاذ بسيم. يعني إذا ما تحدثنا عن واقع الحديدة المليء بالمعاناة، هناك مؤسسات خدمية لا أعلم كيف تعمل في ظل ظروف الحصار، سلطة الميليشيا، أنت كصحفي كيف تقيم هذه المؤسسات؟ وكذلك هل نقلت لنا أكثر ما الذي يكابده السكان هناك؟ مرحبا أخي. طبعا أخي الحديدة هي المحافظة الوحيدة التي يعني يتخذ منها الحوثي كمقر إدارة الدولة بشكل أصح، يعني خاصة أنها كونها محافظة تطل على البحر وفيها ثاني ميناء في اليمن، ويستغل تواجده وسيطرته عليها بنهب ثرواتها ومؤسساتها، لذلك تجد أن كثير من المؤسسات الحكومية تعمل ونجبت ضئيل. لكن في ظل هذا الوضع المعيشي أصبحت الحياة اليومية تشكل السكان كارثة إنسانية جراء انتشار الأوبئة وانقطاع التيار الكهربائي وأخرى انقطاع المياه بشكل كامل على معظم أحياء المدينة، وهناك كثير من المديريات المياه فيها لا تصل إلا عبر الآبار التوازية أو عبر الوديان التي تمر عبرها. طبعا الحديدة تعيش كارثة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة، المستشفيات تناشد بشكل يومي، أصبحت المسؤولين في الدولة خاصة الذين يديرون المحافظة هناك انقطاع على مدى 9 أشهر وأكثر من 9 أشهر للتيار الكهربائي، مما فاقم الوضع والأزمة في المحافظة. صيف حار جدا ساخن، أصبح المواطنون أو المواطنين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو السكر يموتون بشكل يومي في هذه الأيام. كل يوم نسمع عن حالة وفاة بسبب ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع بسبب درجة الحرارة المرتفعة. هناك شريحة كبيرة من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر من عشرات السنين نتيجة الإهمال الدولة في العهد البائد، ويعني بشكل كبير جدا. نعم أستاذ بسيم. الآن تموت ببطء للأسف، يعني وضع كارثي جدا أكثر من الكارثي إن لم ينظر إليه بصورة صحيحة. هناك
وهناك طبعا مشكله رئيسيه في قطاع التيار الكهربائي وهي السوق السوداء، استنبار السوق السوداء الموجوده التي تشرف عليه ميليشيات الحوثي في الحديده. طيب دعني اعود الى هذه النقطه، لكن قبل ذلك دعني ارحب بمدير مكتب الصحه بمحافظه الحديده الاستاذ عبد الرحمن جار الله. مساء الخير استاذ عبد الرحمن. مساء الخير اخي. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن. يعني لو حدثتنا أكثر أو وضعتنا في صورة وحجم المعاناة الذي يشهدها القطاع الصحي مع حلول، خاصة حلول فصل الصيف في المحافظة. الوضع الصحي الآن مع دخول فصل الصيف سيء جدا، والآن كثير من المشاكل، وأعتقد من هذه المشاكل انقطاع الخط الساخن للتيار الكهربائي مما فاقم المشكلة بشكل كبير جدا. كما تعرف المحافظة محافظة حارة جدا ورطوبة عالية، مع انقطاع التيار الكهربائي احنا طوال الفترة كنا مغطيين بالخط الساخن من الكهرباء. الآن منذ 10 أيام انقطع الخط الساخن تماما، توقف الخط الساخن عن المستشفيات، ومولدات المستشفيات ليست قادرة على تغطية 24 ساعة. نعم. يسبب الكثير من المشاكل داخل المستشفيات. طيب يعني كيف يعمل مكتب الصحة في المحافظة؟ كذلك ما هي أوجه النقص، أبرز الطلبات التي أو المتطلبات التي يحتاجها في ظل هذه الظروف وكذلك كثافة عدد المرضى؟ أولا إحنا الجهات أو القنوات التي نتعامل عبرها هي الشرطة المحلية ومن ثم المنظمات. المنظمات تعاونت معنا كافة المنظمات، سواء منظمة الصحة العالمية أو منظمة اليونيسف أو غيرها من المنظمات. نعم. بتوفير الديزل للمرافق وتوفير الديزل لقطاع التحصين حتى نستطيع الحفاظ على اللقاح. لكن ذلك لا يغطي، يعني لا يغطي كامل الوقت، بالذات في موضوع المستشفيات غطت لنا جزء من الاحتياج، لكن لم يغطي ال 24 ساعة، ولم يغطي حتى يعني ربع الوقت، وبالتالي احنا نعاني كثير. تعاون معنا بعض الإخوة من رجال الأعمال وأهل الخير، وكذلك هذا لا يغطي كامل الوقت. تعاونوا معنا المولدات. نعم أستاذ عبد الرحمن. بجيزل لكن لم يغطوا كافة الوقت. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ عبد الرحمن. أعود إلى الصحفي بسيم الجناني. أستاذ بسيم، يعني يبرر الحوثيون تفاقم معاناة أبناء الحديدة بالحصار المفروض على أو المفروض من قبل قوات التحالف العربي كما يتحدثون، هل هذا المبرر واقعي بوجهة نظرك؟ هو مبرر كمبررات الأخرى في انتهاك هذه المحافظة منذ أن وصلوها. ناقلة مازوت عليها 11,000 طن مازوت موجودة كانت قبالة سواحل البحر الأحمر، وأعطيت تصريحين سابقين من قوات التحالف وتصريح ثالث قبل يومين من بحسب الآلية الجديدة من مكتب الأمم المتحدة في جيبوتي، ولا زالت حتى اليوم لم تتحرك من جيبوتي بسبب خلاف ميليشيات الحوثي مع التاجر عمار توفيق عبد الرحيم بعدم سداد قيمتها. طبعا قرار التعويم الذي يعني فرضته الميليشيا على الدولة هو طبعا أحد الأسباب الذي جعل من تجار المشتقات النفطية في انتشار السوق السوداء واستيراد المشتقات النفطية من الخارج. اليوم هذه الناقلة لا يسمح لها بالدخول أو يتم مماطلة دخولها بسبب حتى لا تضرر السوق السوداء من عودة التيار الكهربائي. فكثير من المصانع وكثير من السكان يقتاتون الديزل والبترول من السوق السوداء لتشغيل التيار الكهربائي. فإذا وصلت الناقلة فأول ما سيتضرر هم الميليشيات والذين يعني أصبحوا يعملون لدى التجار المشتقات النفطية بالنسبة. وشركة النفط تحولت إلى شاقي للأسف الآن الموجودة في اليمن، تحولت إلى شاقي لدى هؤلاء التجار من خلال استيرادهم للمشتقات النفطية وإيقاف شحنة المازوت بسبب مماطلات مالية، وكلها لعبة يا أخي. أصبح كل مواطن داخل محافظة الحديدة يعلم جيدا من المتسبب، من الذي يعاقب هذه المحافظة عقاب جماعي بشكل يومي. الناس أصبحت. طيب ماذا عن شركات الكهرباء أستاذ بسيم؟ حدثنا أكثر عن الأسباب التي تقف وراء انقطاع الخط الساخن للتيار الكهربائي. أخي الخط الساخن هو عبارة عن 5 إلى 10 ميجاوات، وكان يولد من ناقلة مازوت سابقة وصلت
للمستشفيات والدوائر الحكومية الهامة الخدمية مثل مركز الغسيل الكلوي ومركز ومستشفى الثورة وبعض المراكز الصحية المهمة جدا. فحولوا هالميليشيات إلى متاجرة، فأصبحوا يمدون الخط الساهم إلى بعض الفنادق إلى بعض المصانع للكسب من ورائه ويدرون من ورائه الملايين. فانتهت كمية المازوت التي وصلت من قبل بسبب هذا التلاعب بسبب هذه المتاجرة. فاليوم المازوت الخاص بالخط الساخن انتهى، فتحولت هذه المستشفيات لكارثة، فتحولت المستشفيات يعني للمناشدات، فتدخل بعض التجار جزاهم الله خير، منهم الحاج عبد الجليل ثالث أمس تبرع بمولدين كهربائيين لمستشفى الثورة ومركز الغسيل. ولكن مثل ما قال الدكتور عبد الرحمن جار الله، كل هذه المعالجات لا تفي بالغرض، كون المحافظة هي مركز إقليم محافظات إقليم تهامة. المرضى يصلون إليها من 5 محافظات. نعم أستاذ بسيط. من الريف التهامي الواسع الممتد من ميدي إلى حرر، من ميدي إلى المخا. هناك كارثة إنسانية إن لم تلتفت إليها السلطة المحلية بشكل جاد. اليوم أستاذ بسيط، المحلية التي سلمت الأمر لزمام الحوثي، اليوم الحوثي لا ولا كأنه موجود في الجانب الخدمي، هو فقط يدر الملايين وينهب الثروات فقط، أما الجانب الخدمي لا أي دور. شكرا لك الصحفي بسيم الجناني، كنت معنا عبر الهاتف من الحديدة. أعود إلى الأستاذ عبد الرحمن جار الله. أستاذ عبد الرحمن جار الله، ما الذي قدمته وزارة الصحة لكم في مكتب الصحة في المحافظة؟ وزارة الصحة يعني لا زالت تقدم لنا الرعاية الصحية الأولية من تحصين وفي موضوع سوء التغذية، وتقدم لنا الأدوية للأمراض المستعصية كالأنسولين والأدوية السرطان، لكن بشكل قاصر كثير، لأنه لا يزال هناك احتياج للأنسولين بشكل كبير جدا رغم ما يصل من الوزارة، لكن لا يغطي حتى 30% من المرضى، لأنه محافظة الحديدة محافظة واسعة وعدد سكانها حوالي 3 مليون ويتوافد عليها المرضى من محافظات أخرى، وبالتالي أعداد كبيرة من المرضى، ونحتاج أعداد كبيرة. مثلا مع احنا يعني معنا 7000 مريض. طيب بشكل رسمي هل تستقبلون أستاذ عبد الرحمن، هل تستقبلون مساعدات من ومعونات طبية من قبل المنظمات الدولية؟ نعم نستقبل الكثير من الأدوية من المنظمات الدولية، بالذات منظمة الصحة العالمية تقدم لنا الكثير في مجالات الآن في حمى الضنك، قدموا كثير من الأدوية والناموسيات وحتى المبيد الخاص بالرش، ويساهموا معنا في الأدوية في المحاليل، نستقبل منهم كثير من الأدوية، لكن لا يزال برضه لا تستطيع منظمة تغطية كافة الاحتياج. إذا الأستاذ عبد الرحمن جار الله مدير مكتب الصحة بمحافظة الحديدة كنت معنا عبر الهاتف من هناك، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا مشاهدينا الكرام الآن وكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي. مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير. أهلا بك دكتور. يعني أمام حجم ما تتعرض له الحديدة من كوارث بيئية، ارتفاع درجة الحرارة، أين هو دور وزارة الصحة في التخفيف من معاناة سكان ومرضى الحديدة؟ وقد سمعنا الكثير من المعاناة وكثير من الشكاوي من الأهالي والناشطين. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء أتوجه بالشكر الجزيل لقناة بلقيس لاهتمامهم بهذا الموضوع، موضوع الصحة في اليمن. طبعا وضع الصحة في بلادنا لا شك أنه وضع مخيف، وضع بات مغلق جدا، وكل المؤشرات الصحية يعني تسوء يوما بعد آخر. بالنسبة لدور وزارة الصحة، لا شك أننا على يعني أنه الوضع الصحي في البلد زي ما تفضلنا في السابق أنه وضع مخيف جدا. نحن على تواصل مع مكاتبنا في جميع المحافظات، وفي تواصل مع مكتب الصحة في محافظة الحديدة ممثل بالدكتور جار الله. هناك جهود كبيرة تبذل من مكتب الصحة ومن وزارة الصحة، لكن زي ما تعلم أنه يعني بعد سيطرة الميليشيات والقوات صالح على البلد وانقلبت على السلطة الشرعية وعلى مؤسسات الدولة،
توقفت كثير من مثلا الموازنة التشغيلية. يعني هل يكفي هذا كعذر أمام معاناة الناس أن يعني وجود سلطة الميليشيا أو بحجة أن سلطة الميليشيا هي من تسيطر على المحافظة؟ هناك معاناة طبعا في السلطة الشرعية وفي الحكومة الشرعية حريصين كل الحرص أننا نجنب وضع الصحة من الموضوع السياسي. يعني فنحن نحاول بكل ما أوتينا أننا نحاول نجنب الوضع الصحي، لكنهم بسيطرتهم على هذا. يعني مثلا مؤسسات صحية دمرت، مستشفيات، مراكز صحية، كادر صحي شرد، اعتقل في من قتل منهم. فهذا كله أثر سلبا على الوضع الصحي في البلد بشكل عام ومحافظة الحديدة بشكل خاص. الأخوان في منظمة الصحة العالمية نحن على تواصل معهم حقيقة، يبذلوا جهود كبيرة جدا. مثلا في مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن، مثلا بالدكتور أحمد شادول، نحن وهم على تواصل وهم يبذلوا جهود كبيرة جدا وطاقمهم متواجد. ومكتبهم في محافظة الحديدة الدكتور أحمد الصوفي، نحن على تواصل شبه يومي معهم، يبذلوا جهود كبيرة جدا. نعم. كثير من طيب هل هناك أي إشكاليات في يعني طبيعة عمل المنظمات الدولية العاملة في الحديدة خاصة في القطاع الصحي؟ كيف؟ هل هناك أي إشكاليات في طبيعة عملهم؟ هناك من يتحدث على أن المكاتب المتواجدة هنا قد تكون يعني يديرها تابعون لميليشيات الحوثي. هي كبيرة وتعاني، يعني في مخاطر عليها، لكن هي يعني تبذل جهود مثل ما بذلت جهود في تعز في عدن، هي تبذل جهود حاليا في الحديدة. نعم. يعني الوضع الصحي في الحديدة، المشكلة الأخرى الذي يعاني منها الآن المستشفيات، البنزين خلص ما فيش بنزين موجود عندهم، فكان الخط الساخن اللي بيدعموه في المستشفيات خلص. الحين عندنا مشكلة في المستشفيات، الغسيل الكلوي، موضوع الغسيل الكلوي، الأمراض المزمنة، هذه كلها معرضة للخطر. فنحن نبذل جهود كبيرة، تواصلنا مع كثير من المنظمات الصحية وعملنا نداء استغاثة للكثير. نعم من دكتور. المنظمات، وأيضا على تواصل مع مركز الملك سلمان، وهم يبذلوا جهود كبيرة في هذا الاتجاه. ولكن نحن نحمل كل ما يدور في القطاع الصحي وكل ما يعاني القطاع الصحي والبلد هو الميليشيات الانقلابية، ميليشيات الحوثي وصالح. إذا وكيل وزارة الصحة دكتور علي الوليدي كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. في ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، نشير إلى حملة الهاشتاجات المنطلقة على مواقع التواصل الاجتماعي يوم غدا في 8 مساء، من المقرر أن تنطلق. الهاشتاج الأول: الحديدة محافظة منكوبة. الهاشتاج الثاني: تهامة تعاني. الهاشتاج الثالث: أطفال الحديدة يموتون. يعني من المتوقع أن يعني يكون هناك تفاعل كبير مع هذه الهاشتاجات لإيصال معاناة الأهالي في محافظة الحديدة وإقليم تهامة بشكل عام. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات طاقم العمل التحريري والفني. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء.